قالوا لك ان الدين هو الصلاه والصوم والزكاه والحج وقولت لا اله الا الله وبس، يبقوا فهموك الدين غلط. لو قالوا لك ان الدين عبادات وان الحاجه اللي لا يمكن ربنا يسامح فيها هي العبادات وبس، برضو يبقوا فهموك الدين غلط. لو قالوا لك انك ممكن تعمل اللي انت عاوزه تحت مسميات الضرورات تبيح المحظورات ولا تزر وازره وزر اخرى وغيرها من التبريرات اللي بتسمعها، يبقى اعرف انك ناقصك حاجات كتير لازم تعرفها في دينك. خلاصة الكلام، الأخلاق أساس التدين. خلاصة الكلام، الدين المعاد. حلو إنك تعمل خير وتكون مواطن صالح، حلو إنك تساعد الناس وتمد لهم إيدك، حلو إنك تكون واد شجيع في قلب المواقف ولا فريد شوقي، لكن مش حلو انك تعمل كده علشان حد يقولك يا سلام وبرافو عليك يا سيد الرجالة او يا ست الستات. يعني المشهد اللي كلنا بنفتكره في احداث 25 يناير هو للولد اللي وقف قدام المدرعة ومحدش عارف هو مين وكان ممكن يموت، ولما تعرفت شخصيته رفض يطلع في التلفزيون يتكلم عن اللي عمله. هو ده المعنى المقصود، ان اي حاجة تعملها تبقى خالصة لوجه الله، خالصة مخلصة. ما ينفعش طول النهار والليل نتكلم عن الشهداء والمصابين وحقهم في التعويض والمعاش واحنا لحد دلوقتي ما جبناش الحق اللي ضيعوا ارواحهم علشانه، وكأن الشهداء دفعوا حياتهم علشان نضرب لهم تعظيم سلام او نتاجر بقضيتهم. كل واحد فيهم كان عنده هدف نزل يدافع عنه، فما نرخصش اللي عملوه. ما ينفعش يجي ناس دلوقتي ويقولوا لك احنا الاحق بقياده البلد وبقيه المصريين مالهمش حاجه. ليه يا مولانا منك ليه؟ يقولك علشان احنا كفحنا واتسجلنا 80 سنة. الله، هو انت بتناضل علشان السلطة وكرسي الحكم ولا عشان مبدأ انت مؤمن بيه؟ في ناس بتعيش وتموت من غير ما حد يحس بيها ولا اللي بتعمله، وعلشان كده عملها بيعيش ويخلدها حتى لو كانت ناس مش معروفة في الدنيا. افتكر اني مرة كنت في المتحف الحربي بالقلعة ولقيت متعلقات لعسكري مصري شارك في حرب اكتوبر، اسمه ما كانش معروف بالنسبة لي ولا لأي حد، كان اسمه سيد زكريا. المتعلقات اللي كانت محطوطة تحت فترينة كانت عبارة عن إيه؟ كانت عبارة عن محفظة جلد قديمة وجنيه ورق من بتاع زمان، من بتاع السبعينيات للي عاش الفترة دي، وكان عملة فضة وكرنيه عسكري، وجنبهم شهادة عسكري إسرائيلي كان عطيها للصليب الأحمر عن العسكري المصري الشهيد. إيه حكاية الشهيد ده بقى اللي محدش يعرفه؟ ابدا، في حرب اكتوبر دخل على المجموعه اللي كان فيها العسكري الاسرائيلي اللي حكى حكايته، قتل منها اكتر من 5 عساكر. كان العسكري الاسرائيلي اللي حكى حكايته مستخبي، وكان بيقول ده طبقا للكلام اللي مكتوب في قلب الفاترينا، انه كان ما بين احساسين: اعجاب بشجاعه العسكري المصري البسيط ده، وقرار انه لازم يقتله قبل ما يشوفه ويتقتل. وفعلا جه من وراه وقتله ومات سيد زكريا. لكن بعدها أدى العسكري الإسرائيلي التحية العسكرية لسيد زكريا بعد ما مات، وأخذ كل متعلقاته وسلمها للصليب الأحمر الدولي وحكى لهم حكايته إعجابا باللي عمله. وعشان كده حطت القوات المسلحة كل المتعلقات بتاعت سيد زكريا البسيطة قوي في مكان خاص بيها مهم في المتحف الحربي تخليدا لذكراه، رغم إن سيد زكريا ما كانش حد يعرفه، ورغم انه هو بيعمل اللي عمله ما كانش يفتكر ان حد هيفتكره بعد ما يموت. هو عمل اللي عمله لوجه الله. في ناس كده بتعمل اللي هي مؤمنه بيه وتمشي من غير ما تستنى كلمه شكر ولا تحيه ولا ان حد يحس بيها. اساسا في ناس ممكن تدفع حياتها كلها تمن لمواقف ممكن ما حدش ياخد باله منها، بس هي بتبقى بتبص لفوق للسماء ومش طالبه غير رضا ربنا على مواقفها اللي بتعملها دي. زي مثلا حياة واحد نسمع عنه كلنا، والحقيقة أنا بتأسرني كل مواقفه، نيلسون مانديلا. ده دليل على إن في ناس فعلا بتعيش وتموت لأهدافها. نيلسون مانديلا اختار الكفاح ونضال ضد حكم التمييز العنصري في جنوب أفريقيا من سنة 1942. اتنفى واتسجن واتبهدل، اتسجن أكتر من 27 سنة، ولما خرج سنة 91 من السجن ما منش على الشعب في جنوب أفريقيا بأنه ناضل علشانهم كتير أو أنه تعذب أكتر. وعلشان كده لما جه يتفاوض مع حكم البيض في جنوب أفريقيا قعد على ترابيزة واحدة من خلال حاجة اسمها المؤتمر الوطني
كونها من كل فصائل النضال في جنوب أفريقيا من غير تمييز ما بين مين أقدم ومين مين أحدث، ما بين مين أهم ومين أقل أهمية. الكل كان بيتفاوض على ترابيزة واحدة بتكافؤ فرص. علشان كده الناس اختارت نيلسون مانديلا زعيم من غير ما يطلب، الناس اختارته قائد من غير ما يسعى ليها. علي بن أبي طالب نام مكان النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجرة وهو عارف أنه ممكن يتقتل ويموت، لكن ما عملش كده علشان الناس تقول يا سلام شوفوا تضحية علي، شوفوا جمال علي، شوفوا اللي عمله علي. أبدا، هو كان عارف أنه هو بيفدي النبي بحياته، وعمل ده لأنه كان مؤمن باللي بيعمله وأنه الوجه الله ومن غير نفاق. نفس الموضوع معاك، اتعلم تعمل الموقف اللي أنت مؤمن بيه من غير شو إعلامي ولا انتظار لكلمة شكر أو مكافأة أو منفعة، لأنك لما بتعمل ده مش بس ممكن إنك لو عملت المصلحة أو منفعة أو فلوس مش بس ممكن تخسر نفسك واحترامك لذاتك، لا، أنت ممكن كمان تخسر حسناتك ومكانتك عند ربنا اللي أنت مستنيها من العمل اللي أنت بتقوم بيه، لأن هو شايفك وعارف نيتك وعارف أنت بتعمل إيه والناس بتتكلم إزاي عنك وأنت هدفك إيه. هدفك اللي الناس تقول ده واد مجدع وعترة، ولا هدفك يبقى العمل ده لوجه ربنا؟ وده مش معناه ان الشكر والمديح حاجة وحشة وان لما تحصل ما تستنهاش، لا اطلاقا. الناس تشكر وتتكلم وتمدح ده موضوع تاني، بس ما يبقاش هدفك الاولاني هو الشكرانية والمديح. في العبادات بقى خلي الموضوع ده بينك وبين ربنا. يعني ايه؟ لما سعادتك تروح تصلي او تصوم او تزكي برضو بينك وبين ربنا، لان في ناس ما بتاخدش من عبادتها اكتر من مجهود القيام بالعبادة، يعني المجهود الجسدي للعبادة. فلان راح الجامع وفلان جه من الجامع في الوقت اللي ربنا عارف انه مش مؤمن باللي بيعمله، هو بس مش مستني غير الصيت ومش عايز غير الغنى الحقيقي. وعشان كده قال ربنا سبحانه وتعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني إيه؟ يعني في ناس كتير من اللي أنت بتشوفهم قدام الكاميرات وفي الصور مش مؤمنين باللي بيعملوه، مش عاملينه لوجه الله، لا عاملينه عشان أنت واللي زيك يقولوا يا سلام إيه الروعة دي، إيه الجمال ده، بس تصرفاتهم ومواقفهم بعيدة تماما عن الهدف اللي ممكن يكونوا بيعلنوه. مش بس كده، خليني يعني أحكي لكم حاجة تحصل كتير دلوقتي. ينزل الناس المظاهرات علشان هي عارفة إنها أي حد دلوقتي بقى ممكن إن هو يتقال عليه بطل في الشارع. لكن أنت عايز تنزل مظاهرة، انزل مظاهرة واعمل مظاهرة وشارك في المظاهرة كواجب وطني، لكن مش علشان اللي قاعد في البيت يتفرج عليك في الكاميرا. يعني سيبك من كل اللي بيحصل دلوقتي، علشان في ناس كتير قوي بتتاجر بالأحداث السياسية وبالأحداث الاقتصادية وبتتاجر كمان بالمواقف اللي بتعملها. الحقيقة احنا في موقف محتاجين كل واحد فينا يراجع في نفسه، هو بينزل مظاهرات وهو صاحب مبدأ وبيعرض حياته للخطر علشان هو مؤمن فعلا انه ينزل مظاهرات، ولا هو مستني ان الكاميرات تصوره او يتقال عليه الواد الشجيع؟ اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم بعد الفاصل. افتكر ان واحد من اللي بيقولوا على نفسهم دعاة عمل مهمة كان ظاهرها الدفاع عن الدين وباطنها البرستيج والمصر، واعلن عن المهمة قبل ما يعملها، وبعدين اعلن عن المهمة وهو بيعملها، وبعد ما خلصها اعلن عنها تاني، كاميرات رايحة وكاميرات جاية واخبار في الجرايد، وللأسف ما حققتش المهمة اللي كان بيعملها، الهدف اللي هو كان بيدور عليه البرستيج او النتيجة اللي كان بيتمناها عشان الناس تسقف وتقول هي، بل على العكس جابت نتيجة عكسية. ورغم كده اتصل بيا وبغيري من الناس اللي كانت بتعد برامج علشان عايزنا نتكلم عنها. الحقيقة أنا كنت عاوزة أتكلم عنها بس مش من باب الإطراء على مولانا، لأ،
من باب الفهم لانه اضر بالقضيه اللي قال ان هو رايح لها. وافقنا وبدانا وبعت لي فيديوهات ليه في اثناء ادائه لتلك المهمه العظيمه اللي راح لها. اخذت منها دقيقتين يعني 30 دقيقه، التقرير التلفزيوني بيبقى دقيقتين. واتفاجئت ان مولانا داعيه هاج وماج في الفاصل. ليه يا سيدنا؟ كان لازم نعرض المشاهد كلها وم 30 دقيقه وهو بيتكلم وهو بيفكر وهو بيسلم على المسؤول العلاني والناس وهي بتطبطب عليه والناس وهي بتسلم عليه والناس وهي ملمومه حواليه. طبعا هسيب لكم التعليق علشان تعرفوا ان مولانا ما كانش الحقيقه بيفكر غير في البرستيج. بس تفتكروا دلوقتي ان عمل البني ادم ده بعيدا عن ان هو غلط او صح كان لوجه الله؟ وعشان كده قال نبينا عليه الصلاه والسلام ان اخوف ما اتخوف على امتي الاشراك بالله. أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. يا ربنا، يعني الشرك هنا النبي ما كانش يقصد بيه عبادة حد غير ربنا، لا، كان يقصد بيه إن إحنا نعمل حاجات بس مش لوجه الله، يعني نعمل حاجات لنفسنا، لصورتنا قدام البشر، لبرستيجنا، للشهرة، لمصلحة، لمنفعة، أيا كان السبب. في مقولة الدكتور مصطفى محمود بيقول فيها: لا تنظر إلى ما يرتسم على الوجوه، ولا تصغي إلى ما تقوله الألسن، ولا تلتفت إلى الدموع، فكل هذا هو جلد الإنسان، والإنسان يغير جلده كل يوم، ولكن انظر إلى فعله في لحظة اختيار حر تعرف حقيقته. يعني اتفرج عليه لحظة ما يختار بين حياة وموت، بين مبدأ ومصلحة، شوفوا هيعمل ايه وهيختار ايه علشان تقدر تحكم عليه. في أزمة القرآن اللي حصلت وقت الخليفة الأموي المأمون، وملخصها إن الخليفة المأمون كان آمن بالمبدأ اللي قالته المعتزلة بإن القرآن خلق الله وليس كلام الله، رفض ابن حنبل حتى التظاهر بالتسليم إن هو موافق على موقف الخليفة المأمون، وبالطبع رفض المبدأ وقال إن القرآن هو كلام الله مش مخلوق الله، ورفض يسكت على اللي بيقوله الخليفة، يعني مش بس أعلن موقفه، لا كمان كل ما الخليفة يقول هو يقول لا الكلام ده مش كلام صحيح. فدفع ثمن معارضته إنه تعذب واتسجن رغم إنه عمره ما كانش يستحمل ده. لكن النتيجة إيه؟ إن الخليفة المأمون سلم في النهاية لمبدأ ابن حنبل. النتيجة إيه؟ إن ابن حنبل فضل صاحب مبدأ وفضل لحد دلوقتي مبدأه هو اللي عايش، وكل ما نفتكر المواقف والمبادئ وأصحابها نفتكر ابن حنبل. ابن حنبل ليه عمل مع كده؟ لأن ابن حنبل ما كانش مستني إنه يكسب من وراء إيمانه شيء، ولا إن الناس تقول يا سلام على ابن حنبل بيعارض الخليفة الله عليه. وعشان كده تاني عاش مبدأ ابن حنبل، وماتت حاجات تانية كانت موجودة في عهده، وفضل موقفه بيتدرس ويتنقل من جيل لجيل. وعشان كده قال النبي عليه الصلاة والسلام برضو هيجي يوم القيامة للنوعية دي، ربنا يجي يوم القيامة للنوعية دي من البشر اللي هي بتشتغل وبتعمل مش لوجه الله، مش لمبدأ هي مؤمنة بيه، مش لقيمة هي بتدافع عنها، لا لمصلحة جواها أو لمنفعة مستنياها. فربنا هيجيب الناس دي ويقول لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟ يعني تفضلوا روحوا للي كنتم بتعملوا الحاجات علشان يسقفوا ويقولوا هي ويشكروكم في الدنيا ويقولوا لكم الله عليكم، وشوفوا إذا كان عندهم جزاء للي عملتوه ولا لا. وعشان كده قال المولى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني سعادتك لو بتطعم محتاج أو بتساعد بني آدم فأنت قاصد وجه كريم، لا مستني الجزاء منه ولا من غيره، ولا مستني شكر. وده المؤمن الحقيقي اللي مستني لحظة الصلة اللي بينه وبين ربنا، واللي بيهتم في الأساس إن اللحظة دي تكون غاية في الصدق. بمعنى هي كلمة صلاة الحقيقة معناها إنك في علاقة ما بين ربنا وصلاك بيه. الصلاة دي صحيح إن إحنا اتعلمنا إزاي نأديها، لكن في صلوات تانية ممكن البني آدم يعملها بينه وبين ربه من غير ما يركع ومن غير ما يسجد.
مش معنى كده ان احنا ما نصليش الصلوات العبادات، لا، بس في صلوات تانية بتأديها وانت مخلص وربنا بيستشعر اللحظة دي فبيرقى بيك وبيسمو بيك. اللحظات دي هي اللحظات اللي انت بتعمل فيها مواقف واعمال لوجهه هو، مش لوجه حد تاني. الدليل على كده ان في غزوة من الغزوات قال النبي لاصحابه ان في واحد من المسلمين اللي بيحارب معاهم هيدخل النار. فالصحابة تعجبوا، ازاي ده؟ ده الراجل بيحارب والعنطة شايل سيفه. راقبوا الراجل علشان يعرفوا ليه النبي قال كده، فلقيوه ان هو بيقاتل باستماتة، ان هو ما بيتراجعش وهو بيحارب، ان هو ما بيرجعش للصفوف الخلفية، فزاد عجبهم. لكن بعد شوية شافوا اللي فسر كلام النبي ليهم من ان الراجل ده هيخش النار، ان الراجل المغوار ده هيخش النار. ازاي؟ فجأة الراجل المغوار ده انجرح في الحرب ووقع على الارض، فلقيوه واخد سيفه وراح ضارب بيه نفسه، فجريوا عليه الصحابة وقالوا له: ويلك، أتقتل نفسك وقد كنت تقاتل قتالا شديدا؟ فقال الرجل: كنت أقاتل حمية عزة للنفس ليرى الناس شجاعتي. مات الراجل المغوار اللي كان بيوري الناس شجاعته، خلاص، وأخد حقه. الناس سقفت والناس قالت عليه شجاع، خلاص يا بطل، انت خدت حقك في الدنيا، ملكش حاجة في الآخر. وعشان كده تلاقي دنيا المرائين والمنافقين دول دنيا وشوش وماسكات على كل لون، ولأن نيتهم مش صادقة ونيتهم مش صافية لأنها طالبة المصلحة بينكشفوا بسرعة قوي، وبيكون كلامهم وأفعالهم مجرد حركات. حتى لو قدروا يخدعوا الناس بعض الوقت ما يقدروش يخدعوا الناس طول الوقت. هيجي اليوم اللي ربنا يكشفهم فيه فيبقوا بيخسروا كل حاجة. في ناس الحقيقة بتموت من غير ما تنكشف، ودي بقى تاخد الحساب خالص مخلص. إياك تكون واحد من دول. خلي عملك وعبادتك تبقى نابعة من إيمانك إنك عاوز تعمل حاجة حلوة لله. عملك وعبادتك ومواقفك ومبادئك أنت بتعملها من جواك وأنت عايز تعمل حاجة لربنا وحاجة للناس ومنفعتها. تاني، مش مهم أبدا إن البني آدم بس هو كل اللي يعمله يبقى حاجة دينية، لا، أنت ممكن تنفع غيرك، بس وأنت بتنفعه مش عايز شكر من حد، عايز شكر من ربنا. اللي بيذاكر وبينجح وهو مستني طبطبة إيد أبوه وأمه على كتفه فرحتهم بيه فيحس بالراحة. ما تفكرش في بشر ولا في منفعة، ما تفكرش في تهييس الناس على فعلك، فكر في أثره وقدرتك على إنك تسيب أثر حلو في الدنيا بعد ما تسيب الدنيا دي مهما طالب بيك. أنت ما تحبش بعد موتك الناس تفتكرك وتترحم عليك وتقول الله يرحمه كان راجل أو كانت ست طيبة؟ ما تحبش إن عملك يخلدك زي سيد زكريا؟ خلاصة الكلام، العمل الخالص لوجه الله هو اللي بيسيب أثر في الدنيا. خلاصة الكلام، الدين المعاملة.